خلق الله مع لسان الجمال فجعله الأقدر عن غيره من المخلوقات على تحويل هذا الجمال إلى شيء ملموس. فالموهبة قدرة ذاتية ساكنة في وجدانه، مستنبطة من عمق مشاعره وإحساسه. بلغة النفوس التي تطرق أبواب المشاعر بملامحها الصامتة وبإمكانيات حيرت العقول وأبهرت العيون، من على خشبة مسرح مركز الحسين الثقافي بالعاصمة الأردنية عمان، جاء هذا الحفل الموسيقي للموهبة التشيكية ذي 15 عاما إدوارد كولرت. يعني هلا نحن اذا بدنا نشوف ثقافة اي دولة او اي بلد رح يبين معنا من الموسيقى تبعتهم، من طريقة الغناء تبعتهم، طريقة عزفهم، فهذا الاشي يعني بعرفنا عليهم بعرفهم علينا اكثر ممكن نحكي. ولعل هذا الانسجام والتراقص مع هذه الآلة الوترية التي تعد الأرقى وأكثر آلات الموسيقى تعبيرا عن حوار النفس وقواها الباطنية بعذب لحنها وحنين صوت أوتارها، ترجمة لأفكار ومراحل من حياة هذه الموهبة التي عاشها في الطفولة جسدها بالعزف على آلة الكمان. لقد بدأت العزف منذ 7 من العمر عندما سمعت عزفا لوالدي مع المايسترو عازف الكمان التشيكي جوزيف سوك. بعدها طلبت من والدي أن يعلمني العزف على البيانو والكمان أيضا. وقدم إدوارد وصلات متنوعة من المقطوعات الموسيقية لأشهر الملحنين والموسيقيين أمثال فرانس فاكسمان وهنريك فينيافاسكي. ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من الحفلات لموسيقيين من أنحاء العالم التي يعكف المركز على تنظيمها هذا العام في عمان بهدف تشجيع وتحفيز الشباب.